لو مش واخد بالك، في دول كتير في العالم بتعاني من نقص الغذاء، خصوصاً بعد أزمة روسيا وأوكرانيا اللي أثرت على سلاسل الإمداد في العالم كله. والعقل والمنطق بيقولوا إن الحل الوحيد للقصة دي هو الزراعة، وعشان مصر ما تحتاجش حبوب أو سلع وتعتمد على دولة تانية، عملت استراتيجية التنمية الزراعية. طيب إيه اللي البلد كسبته من الاستراتيجية دي؟ وإيه أهم المشروعات اللي اتنفذت بالفعل؟ تعالوا نعرف التفاصيل في الفيديو ده من 5 بالعربي. خلال السنين اللي فاتت كان في اهتمام كبير بقطاع الزراعه، وحصل طفره في الرقعه الزراعيه في مصر واللي توسعت جدا، وعليه زاد الانتاج والصادرات. وكان من اهم نتائج اهتمام مصر بالزراعه الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاهم مواكبه التطور العالمي في القطاع وتنشيط اليات التخطيط والعمل وتوفير كل المستلزمات الضروريه لخدمه المزارعين باعلى معايير الاداء. مصر كان عندها رؤيه مستقبليه، عشان كده نفذت عدد من المشروعات الاستباقية واللي ساعدت في التصدي للأزمات الطارئة وتعزيز مستوى الأمن الغذائي. استراتيجية التنمية الزراعية واللي كانت ضمن رؤية مصر 2030 ومن ضمن محاورها المهمة الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، بالإضافة كمان لإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة فيها كل الأنشطة المترابطة والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية محليا ودوليا. كان في محاور وسياسات تستهدف الوصول لأكبر قدر من الأمن الغذائي، أهمها كان تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع. الرقعة الزراعية السنين الأخيرة زادت بأكتر من 4 مليون فدان من خلال توشكا الخير ب1.1 مليون فدان، والدلتا الجديدة ب2.2 مليون، وتنمية شمال ووسط سيناء ب456 ألف فدان. ودي طبعاً مش أرقام وبس، لأ، تم زراعة 2 مليون فدان بالفعل بمتوسط إنتاجية 30 مليون طن، وده غير مشروعات توفير المياه من مصادر متعددة عن طريق المعالجة الثلاثية للصرف الزراعي وتحلية مياه البحر وترشيد الاستهلاك من خلال نظم الري الحديثة، وكلها مشروعات عملاقة واستثماراتها بالمليارات. ولو اتكلمنا عن أهم النجاحات اللي تم تنفيذها في القطاع الزراعي على مدار 10 سنين اللي فاتت، فبجانب زيادة الرقعة الزراعية تم تنفيذ 18 تجمع تنموي زراعي في شبه جزيرة سيناء. كمان حصل طفرة في الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 7 مليون طن خلال السنة اللي فاتت، وتم دعم منظومة الأسمدة خلال 3 سنين اللي فاتوا بأكتر من 40 مليار جنيه، ده غير التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار تناسب المزارعين واستنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور. ولأن الحكومة عارفة أهمية دعم الفلاحين، فتم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة في 8 محاصيل استراتيجية عشان تضمن توفير المحاصيل والسلع وتحقيق أكبر عائد على الفلاحين. أما عن الإنتاج الحيواني وتحقيق الاكتفاء من اللحوم الحمراء، فمصر وفرت 8 مليار جنيه تمويل للمشروعات القومي لإحياء البتلو، وأكثر من 200 مليون جرعة لقاح لتحصين المواشي ضد الأوبئة، وتوفير قوافل طبية بيطرية لكل المحافظات.